وللوقوف عند الحوار الاستراتيجي المرتقب بين الكاظمي والإدارة الأمريكية، ينضم إلينا عبر سكايب من باريس السياسي والعراقي والمستقل الدكتور أمير المفرجي. دكتور أمير، مرحبا بكم. يعني هل ثمة علاقة متساوية بين الولايات المتحدة والعراق حتى يكون بينهما حوار استراتيجي؟ بمعنى، هل الحكومة الحالية ند لأمريكا؟ مساء الخير. أهلا بك سيدي الكريم. بالطبيعي الشيء طبيعي أنه لا، العفو يرجع للصوت. نعم تفضل. من الطبيعي أن العراق لا يمثل أي جانب يعني له القابلية في أن يتباحث مع الولايات المتحدة الأمريكية. طيب. إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الوجود الإيراني في العراق من جهة، وعدم وجود دولة عراقية بكل معنى الكلمة، وأقصد بها وجود دولة منظمة من قبل أحزاب تتناحر ما بينها على المناصب وعلى ثروات العراق. إذن العراق هو ليس طرف أساسي في هذه المباحثات، ولكن العراق هو وسيط بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، لأن العراق هو يعني الآن يستعمل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من إيران، لأن وصول السيد مصطفى الكاظمي جاء باتفاق إيراني أمريكي صحيح، ولكن مصطفى الكاظمي هو أكثر أمريكيا ويعمل لتنفيذ الاستراتيجية الأمريكية التي جاءت للعراق منذ 2003. لم تأتي لسبب يعني بسيط، جاءت لسببين، وهو اعتبار العراق كمصدر كبير للطاقة ومكانه وموقعه الذي يسمح للدولة التي تحتله في أن تكون في مقدمة الدول في عالم جديد يسمى بعالم متعدد الأقطاب، لأن الولايات المتحدة أصبحت الآن هي الخاسرة في هذا العالم بعد أن كان العالم أحادي القطب في ذلك الوقت. الآن ترامب يحاول أن يعيد أمريكا إلى وضعها السابق، ووجودها في العراق لن يأتي اعتباطا، إنها باقية لتنفيذ الاستراتيجية الأمريكية. دكتور، محللون يقولون أن بعض القوى السياسية المقربة من إيران بطبيعة الحال سترفض الاتفاق الاستراتيجي المرتقب، بينما هي وافقت من قبل في عام أعتقد 2008-2009 على اتفاق الإطار الاستراتيجي، اتفاقية الخضوع للولايات المتحدة. هناك في المقابل من يرى أن هناك ربما سيكون تحولا في المواقف، على أساس كما تفضلتم به قبل قليل أن الكاظمي هو رجل أمريكا في العراق. أي الرأيين تميل دكتور أمير؟ شيء طبيعي أن العراق الذي أو المشهد العراقي الذي نعيشه اليوم هو ليس نفس المشهد العراقي الذي كنا نعيشه قبل مقتل قاسم سليماني. بعد مقتل قاسم سليماني لقد تبدلت الموازين في العراق، وخصوصا من خلال المعادلة الأمريكية الإيرانية. إيران قد خسرت المعركة في نظري وفي اعتقادي الشخصي وفي نظر العديد من المحللين، لقد خسرت مشروعها القومي المغطى بعباءة الإسلام الشيعي، والآن هي التي تطلب من أمريكا بعد العقوبات، بعد المشاكل التي حدثت في إيران، تطلب يعني أن تخرج باتفاق يضمن لها يعيد لها ماء الوجه. إذا الولايات المتحدة الأمريكية هي صاحبة القرار، وإيران هي التي يعني تريد أن تخرج من المشكلة، وهذا ما يعني يرجع إلى الوضع الداخلي العراقي. الأحزاب العراقية لا تمثل العراق، الأحزاب العراقية بطبيعتها تمثل الاستراتيجية الإيرانية. من هذا المنطق ما ستقوم بإملاه إيران على الأحزاب العراقية هو الذي سيكون على المحك. إذن الأحزاب العراقية ستحاول أن تطبق ما تريده إيران، وإيران أنا في اعتقادي قد خسرت، وأن الولايات المتحدة باقية في العراق تريد أن تستبدل الاتفاقيات السابقة باتفاقية جديدة لإعادة تموضعها ولبقائها في العراق على ما أعتقد. نعم دكتور، يعني هناك قوى متمسكة ربما بخيار رحيل القوات الأمريكية، ولكنها أيضا متمسكة ببقاء نفوذ إيران في العراق. لكن إذا ما لجأنا إلى توقعاتكم، ما هي التوقعات لرد فعل هؤلاء، ما سيخرج به حوار الكاظمي الاستراتيجي مع الولايات المتحدة؟ هل ستعمد الميليشيات وتلجأ إلى مسألة ضرب القواعد الأمريكية كما فعلت قبل شهرين أو ثلاثة من ذلك؟ لا أعتقد ذلك، لأن الولايات المتحدة الأمريكية الآن في موقع قوة،
والميليشيات التابعة لإيران في العراق والتي تسمى بالحج الشعبي هي ميليشيات يعني ضعيفة الآن. لاحظ ما يحدث في المشهد السياسي العراقي اليوم، سمعنا ب يعني تقديم استقالة هادي العامري. هادي العامري يمثل رأس كبير في الميليشيات العراقية في العراق. هناك صراع قوي بين الميليشيات يعني نفسها داخل المشهد العراقي. نعم. هناك تخلخل واضح منذ مدة بعد مقتل قاسم سليماني في الوضع الداخلي العراقي. قد تكون بعض الميليشيات يعني مصممة على ضرب الأمريكان، ولكن الأمريكان أنا في نظري كقوة كبيرة في العالم تعيد تموضعها، سوف تكون في مناطق خارج السيطرة الميليشياوية إن وجدت. ولكن حتى وإن وجدت هذه السيطرة الميليشياوية فإنها سيطرة ضعيفة مقارنة بما حدث في الأمس، لأن إيران قد خسرت معركتها. وأقولها مرة ثانية، إيران قد خسرت معركتها في العراق. ما تحاول أن تعمله الآن هو الخروج بحل ينقذها في إيران وليس في العراق. دكتور، هل هناك علاقة، وأكيد طبعا هناك علاقة، بين زيارة قاآني قائد الحرس الثوري الإيراني وبين الحوار المرتقب في 10 من حزيران الحالي بين حكومة الكاظمي والولايات المتحدة؟ لكن لو تحدثنا عن استشفاف، ما الذي دار بين قاآني وقادة الميليشيات؟ ما الذي طلب منهم تحديدا مثلا؟ أنا لا أعرف بالضبط، ولكن هو استشفاف يعني يعني توقعات. الوضع نعم الحالة العراقية يعني تكشف بأن إيران موجودة في العراق لي يعني حفظ ما وجهها الذي يعني بدأ واضحا في أنها خسرت معركتها في العراق. أولا بوجود ثورة تشرين التي كانت ثورة واضحة ضد الوجود الإيراني، وثانيا يعني وجودها الآن في هذا الزمان في الوقت الذي تستعد الحكومة العراقية للحوار مع الولايات المتحدة. إذا هو لي يعني أنا أقول يعني تريد أن تؤمن على نفسها يعني الشيء الذي يحفظ ماء وجهها، لا تريد أن تخرج خاسرة. إيران لا تستطيع أن تبقى في العراق، ولكن إيران تريد أن يعني أن تخرج بصورة نستطيع أن نقول بها يعني صورة لن تكون يعني مسيئة لها في المحيط العربي، خصوصا في المحيط الإسلامي، لأن إيران تريد أن تبقى دولة قوية في منطقة الشرق الأوسط. ولكن إيران عندما جاءت للعراق وعندما جاء قاني للعراق، أنا في نظري ليس له تلك السلطة التي كان يتمتع بها قاسم سليماني، لأن العراق ما بعد قاسم سليماني هو ليس العراق بقاني الآن. قاني لا يمثل إلا ضغط قليل من الوجود الإيراني الطائفي في العراق. دكتور، هل نفهم من ما تفضلت به أن القوات الأمريكية باقية في العراق كما ذكر صحيفة تلغراف، خاصة إذا ما علمنا أن البرلمان صوت على إخراج القوات الأمريكية من العراق؟ شيء طبيعي، الأمريكان سيحاولون أن يعني أن يخرجوا باتفاقية خارج نطاق البرلمان العراقي. ما يعني بالرغم من وجود تخلخل داخل هذا البرلمان العراقي، هناك قوى كردية وسنية لا توافق القوى الشيعية التي تريد، القوى الشيعية بين قوسين المسيطرة عليها من قبل إيران. هناك يعني تخلخل واضح، وحتى البرلمان العراقي يستطيع أن يخرج وأن يعطي الضوء الأخضر بوجود هذه القوات الأمريكية. إذا أخذنا بنظر الاعتبار أولا المكون الكردي أو حكومة كردستان العراق، هي يعني جهة ترتبط ارتباطا وثيقا بصورة عامة بالغرب وبصورة خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية. وكما أن الأحزاب السنية هي أحزاب يعني تريد أن تكون يعني في مأمن خارج السيطرة الإيرانية، فإنها أنا في نظري سوف تقبل بهذا الوجود الأمريكي في العراق، حتى وعلى حساب يعني تقسيم العراق بمناطق يعني ثلاثة، لأنها يعني قد تستطيع أن تخرج من الخطر الإيراني. نعم الموجود في دكتور. العراق. ولكن أنا في نظري حتى أمريكا هي التي ستكون صاحبة الكلمة الأولى في الخروج من باتفاق يعني يضمن لها وجودها في العراق، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لها مشروع عالمي يبدأ في منطقة الشرق الأوسط.
هي موجوده في منطقه الخليج العربي، هي موجوده في يعني نعم مناطق دكتور، كثيره من الشرق الاوسط، نعم هي تريد ان تحمي استراتيجيتها، وخصوصا عزل ايران عن الصين وروسيا، لان الصين وروسيا يستعملا ايران يعني وقف المصالح الامريكيه في الشرق الاوسط. عبر سكايب من باريس، السياسي العراقي المستقل الدكتور أمير المفرجي، شكرا جزيلا لكم.